اليوم الأول من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 شهد عروضا جوية بسماء مطار العلمين الدولي. ويستمر المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي على مدار 3 أيام بمشاركة 100 دولة و300 شركة حول العالم. تتهيأ وتتأهب أجنحتها، تتألق وتناور في سماء مدينة العلمين الجديدة أحدث طرازات الطائرات العالمية لشركات محلية وعالمية تجمعت هنا بمطار العلمين الدولي تحت مظلة أكثر من 100 دولة و300 شركة متخصصة في علوم الطيران والفضاء ضمن فعاليات معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشمل أيضاً على معرض خاص لتبادل الخبرات العلمية والعسكرية للطيران. المشاركة في معرض الطيران الأول في مصر، الهدف من المشاركة إبراز قدرات الشركة وإيجاد فرص التعاون بين المتواجدين في المعرض. نحن في المعرض نشارك في 3 شركات، في الأوتونومس وفي الأسلحة والصواريخ، وفي اتفاقيات إن شاء الله تشمل تغطية التعاون والأشياء إن شاء الله مضية قدما. المعرض شمل أيضا عددا من اتفاقيات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات الفرنسية والأمريكية، حيث تم اعتماد الهيئة العربية للتصنيع مركزا دوليا وحيدا لعمرة محركات الطائرات من طراز الفاجت. توقيع اعتماد شركة صفران الفرنسية العالمية لمصنع المحركات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ليكون مركز عمرة دولي وحيد على مستوى العالم. لإيه؟ لمحرك اسمه محرك اللارزاك، ومحرك اللارزاك دوا هو المحرك الخاص بالطائرات الألفا جيت. فكون الحقيقة أن مصنع المحركات يعتمد كمركز عمرة وحيد على مستوى العالم، ده إنجاز طيب جدا للهيئة العربية للتصنيع، إنجاز طيب جدا لمصنع المحركات، إحنا سعداء به، وإنجاز طيب جدا لمصر إن شاء الله. اليوم كان لنا شرف توقيع اتفاقية خاصة بمحرك اللازرق لطائرات الفاجت، وهي خطوة هامة جدا، لأنه يؤكد على تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. وعندما قررنا في صفران التركيز على الطائرة رافال، فكرنا كثيرا من سيكون الشريك الأنسب لنا لمحرك جت، ولم نتردد عندما قررنا على الهيئة العربية للتصنيع نظرا للتاريخ الطويل بيننا، والهيئة هي الشريك الصحيح لنا، وهو ما يؤكد على قوة تنافس الشريك المصري وكفاءته. المعرض يعد فرصة واعدة لعرض الأفكار المبتكرة والهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة، وخلق شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية. طائرات مدنية وعسكرية تجمعت هنا بمطار العلمين الجديدة ضمن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، يعد الأول في مصر ومن الأهم في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يعد فرصة لتنقل الخبرات وتبادلها وتوقيع الاتفاقيات المشتركة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.